للحديث عن التطورات في غزة والمنطقة مع مواصلة الاحتلال عدوانه على القطاع وتبعات اغتيال القيادي في حماس صالح العروري في بيروت، في وقت أعلنت السلطات في العراق عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات بينهم قياديون بقصف صاروخي في شارع فلسطين ببغداد. للحديث عن هذه المواضيع كلها مجتمعة معنا من كوبنهاغن عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان، ومن بيروت معنا كذلك الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب، ومن اسطنبول عبر سكايب أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين الدكتور محمود الشجراوي. دكتور محمود، البداية ستكون معكم. يعني 90 يوما من الحرب على غزة انقضت بعد كل هذه المدة، هل ترى بالفعل أن الاحتلال الصهيوني حقق ما يريد، خصوصا بعد اغتيال العروري ورفاقه في الضاحية الجنوبية ببيروت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. 3 أشهر مرت على هذه مجموعة الجرائم الكبرى وهذه حرب الإبادة المشتعلة منذ 3 أشهر. نعم، 3 أشهر مرت على إقامة الحجة على كل العالم العربي والإسلامي، وما زال أهلنا في قطاع غزة صابرون صامدون مرابطون، يعلنون أنهم ماضون في إفشالهم الأهداف الاستراتيجية لنتنياهو، الذي أعلن أن أهدافه الاستراتيجية ستقضي بتهجير أهل قطاع غزة وإنهاء حركة حماس. فما زالت حركة حماس قوية، وما زالت تقصف المدن الإسرائيلية، أو عفوا مدننا في فلسطين المحتلة، ما زالت تقصفها بكل المدن الفلسطينية، ما زالت تحت مرمى صواريخ المقاومة، وما زال شعبنا صابر صامد مصر على أن لا تتكرر نكبة 48. هذا يعني أن هذه الحرب لم تأتي أكلها ولم تحقق أي من أهدافها، وحتى باستشهاد القائد الشيخ صالح العروري الذي كان يتمنى هذه الشهادة، هذا طريق قدمنا فيه من قبل. ليس فقط حماس، كل الفصائل الفلسطينية قدمت من قياداتها، وهذا أمر طبيعي، لكن غير الطبيعي أن تتأثر الفصائل إذا استشهد فرد من أفرادها أو قائد من قادتها، فكلما استشهد قائد يظهر قائد جديد. أما الأمة التي ما زالت تنظر إلى كل هذا وترسل لأهلنا في قطاع غزة الأكفان، فضمائرنا هي التي تحتاج أكفان، وضمائر هذه الأنظمة هي التي تحتاج. إليك من جديد، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور محمود. سؤالي إليك الآن أستاذ علي، يعني بالنظر إلى خطاب نصر الله الأخير وتطورات الأوضاع على الجبهة اللبنانية، ما السبب باعتقادكم وراء هذا الحذر الذي تبديه إيران وحزب الله؟ يعني حذران الطرفان حذران من تصعيد الحرب مع إسرائيل، لماذا كل هذا؟ أسعد الله أوقاتكم، والتحية لكم وللضيوف ولجماهير الشعب الفلسطيني والأمة في هذه الأيام العصيبة، 90 يوما على طوفان الأقصى المقدس والمبارك والعظيم. الجواب على سؤالك سيدي، لأن طوفان الأقصى والذي سبق لي أن أسميته بالطوفان الاستباقي لتنفيذ نتنياهو لخريطته بطرد الفلسطينيين إلى سيناء والأردن، هذا الطوفان هو ببساطة عملية فلسطينية صافية 100%. هذا ما قاله السيد نصر الله وقبله خامنئي. كلنا أيضا يذكر اللوم الشديد الذي وجهه خامنئي لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس لأنهم لم يتشاوروا معه بشأن عملية الطوفان، هذا من جهة. من جهة ثانية يرجح أن حزب الله، أن إيران بصفتها زعيمة المحور، استشعرت من امتلاء البحر المتوسط بالبوارج والأساطيل وحاملات الطائرات بأن ثمة فخم استراتيجي. لكن سيد علي اسمح لي، أوردت معلومة لابد من التثبت من صحتها ودقتها، على ماذا استندت حينما قلت أن خامنئي وبخ هنية؟ لماذا لم يستشيروها خامنئي فيما يتعلق بعملية طوفان الأقصى؟ من أين حصلت على هذه المعلومة قد يسأل سائل؟ هذه المعلومة عندما ذهب السيد إسماعيل هنية استدعي إلى إيران
نشرت هذا الخبر، نشرته رويترز نقلا عن مسؤولين إيرانيين ومسؤول من حماس، وهذا التصريح أغضب وصورت حتى وكالة مهر الإيرانية خبر تغطية لقاء هنية بعباس بكاتب تقارير، وقالت بأن هنية قدم تقريرا للمرشد الأعلى خامنئي حول التطورات في غزة. هذه معلومة نشرتها رويترز، وتم نفيها تزامنيا بين الطرفين الإيراني والحمساوي، لكن مفاعيلها ما زالت على أرض الواقع. نعود للجواب، إذن ربما أن إيران وحزب الله استشعروا من امتلاء البحر المتوسط بالبوارج وحاملات الطائرات بأن ثمة فخا استدراجيا قد أعد لتوجيه ضربة لكل منهما، ولهذا هم يبدون هذا الحذر. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. إليك الآن أستاذ عبد الله سلمان. يعني حسين علاوي مستشار رئيس الحكومة في العراق يقول إن الاعتداءات التي تعرض لها العراق مؤخرا ستؤدي إلى تقويض المحادثات مع التحالف الدولي. هل تخطت واشنطن باعتقادكم الخطوط الحمراء في اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق؟ تفضل. الحديث حول اتفاقيات وتطوير العلاقة مع قوى التحالف الموجودة في العراق هو عبر أمريكا وليس عبر التحالف كمسميات، يعني أطراف أخرى أوروبية وغيرها، ولكن مع أمريكا. وما يربط العراق وأمريكا هي الإطار الاستراتيجي الذي وقع عام 2008 ووقعه رئيس الإطار الآن وهو المالكي، وبالتالي الاتفاقية هي عنوانها صداقة وتعاون استراتيجية ما بين أمريكا والعراق، وتتضمن ملفات عديدة منها السياسة والدفاع والأمن والصحة والمعلومات وغيرها. كحدث كهذا بالتأكيد يجعل التوتر بين الطرفين، والنتائج تكون بالتأكيد سلبية، لكن أنه المشكلة التي تكون الأكثر إحراجاً للحكومة العراقية، لأن الحكومة العراقية تدعي أن هذه الميليشيات هي جزء من الأجهزة الأمنية العراقية، وبالتالي الأمريكان لديهم وثائق وإثباتات على أن هذه الأطراف هي نفسها اللي قامت بالاعتداء بالهجمات على المواقع الأمريكية في أربيل وفي عين الأسد أو قلب الأسد أي اسم هذه القاعدة الأمريكية. فبالتالي سيسأل الأمريكان إذا كان هذه الميليشيات ضمن الإطار ضمن الأجهزة الأمنية، بمعنى أن الحكومة ورئيس الحكومة وقائد العام للقوات المسلحة هو الذي يعني أسهم في هذه الهجمات، فهذا يشكل إحراج كبير ويخلق توترات أكيدة. أما مسألة الخط الأحمر وغيره فبالتأكيد هي مصالح الإطار أكبر من هذا، ولم تتجاوز أمريكا الإطار الخط الأحمر لما ضربت قاسم سليماني في بغداد ومن ضمن المهندس. دكتور محمود ماذا؟ أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ عبد الله، سأعود إليك، هناك بعض الأسئلة التي سأوجهها لك في إطار ما تبقى من وقت. من جديد إليك دكتور محمود، يعني ماذا عن الضفة الغربية؟ إلى أي مدى يمكن القول أن وتيرة المقاومة فيها أصبحت وجها إلى وجه، ومعركة كسر عظام للاحتلال لا تقل عن غزة؟ وربما كان لديك ما تضيفه أو يعني تبينه من معلومات فيما يتعلق بالمعلومات التي يعني يقول السيد علي شندب إنها نقلا عن رويترز، مع العلم فإن إيران في أكثر من موقف على المستوى الرسمي تنصلت مما يحصل في غزة وقالت إنه لا علاقة لها، لا على المستوى العسكري ولا على مستوى التخطيط ولا على مستوى القرار. نعم، أنا إلي تعليق إذا بتحب أني أنا أبدأ به قبل الإجابة عن موضوع الضفة. تفضل. أنا بستغرب أنه ضيفك ينقل عن رويترز ولم ينقل عنها بالمناسبة إلا قناة العربية، فكلا الجهتين غير موثوقتين، ولم يذكر أنه في اليوم التالي رويترز أعلنت يوم 15-11 وحركة حماس أعلنت يوم 16-11 نفيها لهذا الخبر وتكذيبها له ببيان رسمي، وأن هذا لم يحدث إطلاقا، وأن إيران ما زالت داعمة لحركة حماس. وأما عدم مشاركة إيران أو إعلانها عدم مشاركتها فهذا أمر سياسي ينبغي أن يسأل عنها إيران،
وحركة حماس أو المقاومة الفلسطينية حين تخوض حربا بهذا الحجم وهي غير ملزمة أن تستشير إيران وغير ملزمة أن تستشير غير إيران، قرارها داخلي فلسطيني. أنا أحببت فقط أن أوضح هذه المسألة، وحماس أصدرت بيان فعلا يوم 16/11 تنفي هذا الخبر وتظهر أنه غير صادق. عن الضفة الغربية، أما موضوع الضفة الغربية فنحن جميعا الفلسطينيون وكل المهتمون والباحثون منذ بدأت معركة طوفان الأقصى كنا ننتظر هبة فلسطينية قوية جدا في الضفة الغربية، والعدو الصهيوني قام بالمناسبة في يوم 8 أكتوبر قبل بدء الحرب على قطاع غزة قام بحملة اعتقالات واسعة جدا، وعدد المعتقلين في الضفة الغربية الآن قارب على 5000 ناشط من الناشطين وقادة العمل المقاوم في داخل الضفة الغربية، وتكاد تكون مدن الضفة كلها الآن مستباحة. الأمر المستغرب ليس يعني خلينا أقول ليس ضعف العمل العسكري في الضفة الغربية، فالضفة الغربية لديها احتلالين، احتلال العدو الصهيوني الذي يستبيح الضفة الغربية واحتلال الأجهزة الأمنية المرتهنة قرارها إسرائيلي، قرارها بين قوسين جهاز أمني من أجهزة الاحتلال، ولذلك الضفة الغربية الآن تعاني معاناة شديدة، تغلي غليان شديد. لا نستبعد أن يعني ترتفع وتيرة المقاومة في الضفة الغربية في كل مدنها أكثر مما هي الآن، وقد جاوز عدد شهدائها 400 شهيد خلال هذه المعركة. نعم أستاذ علي، يعني طرحت قبل قليل معلومات، وجاء الأستاذ أو الدكتور محمود وبين معلومات أخرى تتعلق بالطرح السابق، لا أريد للحديث أن يتحول إلى رد والرد البديل، نتجاوز هذه النقطة إلى هذا السؤال. يعني صالح العروري مع رفاقه كانوا يعملون على الأرض في الضاحية الجنوبية كما يعلم الجميع أستاذ علي، وضاحية معقل ميليشيا حزب الله، كيف يمكن للحزب أن يفرط بشخصية بهذا الثقل لها إمكانية التأثير على المفاوضات مع الاحتلال ودور كبير في المصالحة الفلسطينية، خصوصا الحوار الفلسطيني الفلسطيني، خصوصا والرجل أنه عرف بموقفه الوحدوي؟ تعليق بسيط على الجواب الأول، موضوع المعلومة أنا قلت تم نفيها في اليوم التالي تزامنيا من الطرف الإيراني نعم والطرف الحمساوي، لكن ما نشرته مهر لم يتم نفيه ولم يتم نشرته مهر الإيرانية عن اللقاء وكيف قدم إسماعيل هنيه تقريرا للمرشد، هذا هو السبب إذا بدك من وراء التسريب إلى رويترز. نعم طيب، دعنا نذهب إلى فكرة كيف يقبل حزب الله وفي ماحله بأن يحصل ما حصل. الحزب لم يفرط في العروري، المسألة أكثر تعقيد من هذا، الذي جرى باغتيال الشهيد صالح العروري ورفاقه من قادة القسام في الضفة وفي لبنان وبعض كوادر حماس من اللبنانيين ناتج عن اختراق أمني كبير، هو اختراق يجعل قيادة حزب الله نفسها في خطر الاستهداف. اليوم كثرت التسريبات حول انتقال نصر الله شخصيا تارة لإيران وتورة للنجف بهدف الحماية الأمنية، بدون شك تلقى حزب الله ضربة باغتيال الشهيد صالح العروري لسببين، الأول أن الرجل بضيافته، الثاني والأهم أن الحزب وإيران نجحوا في ضم حماس والقسام إلى محور المقاومة ومصالحة حماس مع الرئيس السوري بشار الأسد بواسطة صالح العروري شخصياً، بخلاف علاقتهم النافرة والحادة والقاسية مع خالد مشعل، وبالتالي هذا الأمر يعني لتصويب العلاقة هنا في اختراق أمني حقيقي، وأعتقد بأن حزب الله الآن يعني يحسس على رأسه من حجم هذا الاختراق. إذن هناك خرق أمني وتقصير كما تقول لصيقة. أستاذ علي نعم، لضيق الوقت أنتقل الآن لأن الوقت
ضيق، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. يعني جئت على طرح أو فتح الأبواب أمام كثير من الموضوعات تحتاج الكثير من الردود، لكن لا بأس. أعود إليك من جديد أستاذ عبد الله سلمان، يعني هل ترتقي الهجمات التي قامت بها الميليشيات الموالية لإيران في العراق لحجم الحدث؟ يعني هل كان الغاية منها بالفعل دعم القضية الفلسطينية أم هو خلاف على المصالح والملفات مع واشنطن؟ حقيقة أنا اسمح لي أن أجيب على سؤال آخر طرحه التقرير، تقريركم ما قاله حسن نصر الله بخصوص المقاومة العراقية، وهذا أعتقد جدا ضروري لتاريخ العراق الوطني، لأن المقاومة العراقية التي هزمت أمريكا لم يكن بها طرف واحد تابع إلى الميليشيات أو تابع إلى ما ادعاه نصر الله. والوقائع أمامنا واضحة، المعركة الفلوجة الأولى والثانية. والسؤال لنصر الله أيضا موجه، من عمل على إلغاء الحاضنة الشعبية اللي موجودة في حزام بغداد؟ ألم تقم هذه الميليشيات بضرب هذه الحاضنة وتهجير أهل حزام بغداد خدمة إلى القوات الأمريكية؟ لأن الأمريكان أقروا أن الحاضنة الموجودة في حزام بغداد هي العامل القوي الذي يجعل من المقاومة العراقية بالضبط بالدورة وبوشير وغير المناطق، ونحن متابعين سياسيين دقيقين إلى هذه المسألة. فهذا البهتان الذي جاء به نصر الله لا يتفق ولا لا مع أخلاق المقاومة ولا مع أخلاق يعني كل إنسان متحدث سياسي. فبالتالي هذا تزوير للتاريخ، ويجب أن يثبت أن المقاومة العراقية التي هزمت الأمريكان مقاومة وطنية عراقية أصيلة، وليس لها أي طرف أي علاقة بأي طرف إيراني ولا دعم إيراني، لا من قريب ولا من بعيد، لا أفراد ولا أشخاص. هذا من جانب. أما لو نأتي إلى جواب حضرتك، أن هذه الهجمات لما ترتقي يجب الأعمال تتسق مع الهدف. فإذا كان الهدف هو إيلام الأمريكان فيجب إيلامهم بشكل صحيح. أين النتائج التي أحدثتها هذه الهجمات؟ هذه الهجمات لا ترتقي نهائيا إلى العنوان الموجود، وهو دعم القضية الفلسطينية. اليوم فالعمل عمل ضعيف جدا، فهذا يدفعنا إلى الذهاب إلى أن هناك خلافات على ملفات معينة ضمن الإطار، يعني ضمن إطار الاستراتيجي الموجود ما بين أمريكا والعراق. نعم، ابقى معنا أستاذ عبد الله. سأعود إليك بسؤال آخر من جديد، إليك دكتور محمود. يعني دعنا نتحدث الآن عن ورقة الأسرى، وإلى أي مدى باتت هي الخلاص الأخير لحكومة نتنياهو أمام عجزه عن عزل خان يونس عن غيرها من المناطق ميدانيا؟ تفضل. حياكم الله أستاذ مصطفى. الحقيقة بس يعني ضيفك السابق ذكر معلومات كثيرة تحتاج إلى نقاش وحوار، وتمريرها لا أراه من الحكمة إطلاقا. فهو يتعامل أو يعني يتكلم عن حركة حماس كأنها طالب مدرسة صغير أمام إيران، وهذا الكلام غير صحيح. ولك أن تتفضل بتوضيح وجهة نظرك، أكيد أي معلومة غير متثبت من صحتها، يعني نفتح المجال لمن يمتلك المعلومة الأكثر دقة لطرحها. تفضل دكتور محمود. يعني القول أن هنية ذهب ليقدم تقرير، هذا الكلام أنا أرده قطعا. يعني رجل بحجم هنية هو قائد حماس أو قائد المقاومة الفلسطينية، إذا يذهب إلى إيران، صحيح أنه يتلقى الدعم من إيران، وهذا الأمر يجعل الأمة العربية والإسلامية كلها في خانة التخاذل والتقصير التي ألجأت حركة كحركة حماس أن تطلب وتأخذ الدعم من إيران. نعم. وأما أن يذهب ليقدم تقرير فهذا أمر غير منطقي إطلاقا، والدليل ذلك أن إقدام المقاومة على هذه المعركة لم يكن لا بعلم إيران ولا بعلم غير إيران، هذا أولا. أما موضوع حديثنا عن الأسرى، فالأسرى هم كنز لدى المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها. نعم. ولن يفرطوا بهم قولا واحدا إلا بشروط المقاومة، وقد أعلنت المقاومة في أكثر من موضع أنه لن يتم الحديث في موضوع الأسرى إطلاقا إلا عند وقف العدوان على قطاع غزة. ووقف العدوان هنا لا يعني وقف الحرب،
وقف العدوان يعني إنهاء الحصار، وقف العدوان يعني إنهاء منع وجود مطار ومنع وجود ميناء، منع الحصار يعني إعادة إعمار غزة كما كانت وأفضل مما كانت، وقف العدوان يعني عدم تكرار مثل هذه الحروب وهذا التدمير الممنهج لكل قطاع غزة بحيث يصبح غير صالح لحياة البشر، والمقصود منه تهجير أهل غزة الصامدون الثابتون المرابطون الذين ضربوا مثالا لم يسبق. أنا لم أسمع بمثل هذا الصمود الأسطوري كما فعله أهلنا في قطاع غزة. ولدى المقاومة كنوز أخرى، الأسرى هم كل واحد منهم كنز، كما رأينا المقاومة في جرعات شريط استبدلته ب1027 من أبطالنا، يعني يحيى السنوار واحد من الـ1027 الذين أخرجتهم المقاومة رغم أنوفهم، ونائب الشيخ صالح العروري الذي الآن سيتبوأ مكانه أيضا هو من محرري صفقة شريط واليوم ألقى كلمة في لبنان، السيد زاهر جبارين. نعم، العمل الحالي. ولدى المقاومة كنوز أخرى لم تفصح عنها بعد، يعني أتت بها في يوم 7 أكتوبر. الأسرى ليست كل ما تملك المقاومة، بل المقاومة تملك معلومات كثيرة جدا أظنها كانت سببا في انضمام بعض الأنظمة العربية العميلة إلى تشجيع أو إلى أن تكون في صف الكيان الصهيوني في هذه المعركة. أستاذ علي، باختصار لو سمحت أرجو أن تكون الإجابة قدر المستطاع يعني مباشرة ودقيقة، يعني حزب الله إذا كان يلتزم باستراتيجية الصبر، ما الذي يضمن لقيادة الحزب عدم انحراف التبادل اليومي الممل من إطلاق النار وإطلاق النار الآخر؟ ما الذي يضمن للحزب لا يتطور إلى حرب شاملة قد يشنها الاحتلال؟ في الحقيقة يعني أنا بس فضل. تنويه مرة أخرى لصديقنا الكاتب التقارير، دعنا نتجاوز هذه النقطة أستاذ علي لضيق الوقت. لا أرجوك فقط أرجوك لأن أرجوك المسألة أرجوك يعني أرجوك أخذت وقتك الكافي وقدمت بعض المعلومات التي ربما دحضها الكثير من قادة حماس في أكثر من موقف وفي أكثر من تصريح. أبدا، هذه مصدرة وكالة مهر الإيرانية مش أنا. نعم، وبدك هلا ببعث لك الرابط تبع المقال، ما بيصير هذا الكلام. طالما انها معلومات نشر استاذ علي، استاذ علي، طالما ان هذه المعلومات معلومات منشورة. استاذ علي لو سمحت، طالما انها معلومات نشرتها جهة صحفية كما تتفضل فهي موجودة وبامكان اي شخص ان يعود لها، فلا داعي لإعادة تكرارها طالما انها موجودة. انا اريد من حضرتك ان تتفضل مشكورا اذا احببت طبعا على الإجابة فيما يتعلق بالسؤال الذي طرحته عليك. تفضل. حزب الله واحتمالية الذهاب إلى حرب موسعة، ألا يخشى ذلك؟ المعركة في جنوب لبنان يا سيدي هي على امتداد 100 كيلومتر. نعم، طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة 100 كيلومتر، بعمق عدة كيلومترات. هي مؤذية للاحتلال جدا ومؤذية للحزب جدا الذي سقط له كما يعلم الجميع أكثر من 100 مقاتل. يمكن أن تتحول هذه الحرب إلى حرب شاملة إذا اقتضت حدود إيران في النفوذ والهيمنة ربطا بالتطورات في البحر الأحمر والتحالف الأمريكي الدولي بعد المشاركة الفاعلة للحوثيين الذين يتصدرون اليوم مشهد المساندة لغزة والمقاومة الفلسطينية أكثر من الأفريقاء الآخرين. هنا ربما ينفتح المشهد على مواجهة كبرى ينضم لها قراصنة الصومال، واليوم ما زال قادة الكيان جينيتس و جالنت يهددان إذا لم تنجح التسوية التي يجريها هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي بايدن لشؤون الطاقة. نعم، فإنهم ذاهبون إلى الحرب مع باتجاه لبنان، وبالتالي نعم، هو يريد أن يخوض الحرب لأسبابه وليس ليكون ملحقا بطوفان الأقصى. نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب، كنت معنا عبر سكايب من بيروت. من جديد إليك أستاذ عبد الله سلمان، يعني في ظل هذا الغضب لدى الميليشيات لماذا لم توجه جهودها إلى الجبهة مع سوريا ولبنان ضد الاحتلال؟ يعني كما تعلم معظم الاستهدافات بالغالب لمطارات مدنية كبغداد وأربيل، ولا يوجد إصابات مباشرة لقاعدة عين الأسد العسكرية على سبيل المثال. حديث ضيفيك الكريمين دفعني
لمقدمة بسيطة وأقول لحضراتهم أنه فيتنام دعمها الروس والصين والمعسكر الاشتراكي كله وأحرار العالم ومنظمات دولية ومنظمات مدنية، ودعمها كثير الكثير من الدول العربية، ولكن اللي انتصر هو الشعب الفيتنامي، وكذلك للجزائر دعمها كثير، المعسكر الاشتراكي دعمها، العراق، مصر، كل هذه دعمها، لكن اللي انتصر هو انتصر الشعب الجزائري. فبالتالي أي دعم يأتي إلى الشعب الفلسطيني، الذي ينتصر هو الشعب الفلسطيني وأهل غزة وليس غيرهم، هذا واحد. أما بالنسبة لغضب الميليشيات أن تمده، هذا مرتبط بالقرار الإيراني الحقيقة، يعني ليس مرتبط بهم شخصيا أو بمواجهتهم. فأما متى ما رأت إيران أنه يمكن التوسع في هذا المجال، ولكن ليس هنالك من كثير من التصريحات والتي وردها أيضا تقريركم، لا توجد هناك يعني مستقبل لهذه التطورات على الجبهة السورية، ولم يعني كل الجبهة السورية اليوم لم تقدم شيء يعني يقاس بعظمة الأزمة اللي موجودة في غزة. فبالتالي لا يشكل يعني ليس هنالك أمل أن تشكل، وذلك تبقى هذه العملية يعني عملية يعني أهداف بسيطة على عين الأسد وعلى قاعدة أربيل وغيرها. فبالتالي لا يؤثر هذا على ولا على الواقع بين أمريكا والعراق. نعم، سؤالي الأخير إليك دكتور محمود، وأرجو أن تكون الإجابة مكثفة مختصرة، مشكورا. يعني هل ترى بالفعل أن نتنياهو قادر على الاستمرار بالحرب مع تأكيد التقارير الغربية بأن حماس لم تتأثر عمليا على الأرض باغتيال العاروري وإن كان قائدا كبيرا؟ أخي نتنياهو لا خيار أمامه إلا الاستمرار بالحرب، لأنه يعلم أن اليوم الذي تنتهي فيه هذه المعركة سيكون مصيره إلى مزبلة التاريخ وإلى السجن، فعلا السجن. فهو مطلوب لأكثر من قضية فساد في دولة الاحتلال، وهو يؤخر ذهابه للمحكمة فقط بدعوى أنه يدير حربا، ولذلك من مصلحته إدامة هذه الحرب حتى لو ضحى بالدولة وكل الدولة. أما المقاومة فهي بخير ومستعدة أن تستمر. ومن قبل كان الشاذلي رحمه الله قائد الجيش المصري في العبور 73 قال أن دولة الاحتلال مقتلها في أمرين، في عدم قدرتها على الاستمرار في الحروب الطويلة وعدم قدرتها على تحمل الخسائر البشرية الكبيرة، وفي هذه المعركة منيت بالأمرين، وإن شاء الله يكون هذا يهدد بزوال هذه الدولة بإذن الله وانتصار المقاومة بإذن الله، رغم يعني خذلانها وعدم نصرتها من أي من دول العالم العربي أو الإسلامي. دكتور محمود شجراوي، أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. كما أشكرك أيضا الأستاذ عبدالله سلمان الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب من كوبنهاجن، شكرا جزيلا لك.